طب ايه رايك، ايه رايك في الانتقادات اللي بعض الناس توجهها لعلي لطفي النهارده؟ معاها يعني مش هقدر معاها برضو معلش قول لي يعني رايك. لا معاها طبعا يعني انا شايف ان الجون الهدف الثاني طبعا مسؤوليه، طبعا مسؤوليه الدفاع، مسؤوليه ايمن اشرف، مسؤوليه رامي ربيعه طبعا انا معاك جدا، ولكن كره في زاويه علي لطفي المفروض حارس مرمى فريق كبير زي النادي الاهلي هو اللي بيصنع الفارق طول الوقت، يقول لك الحارس المرمى هو لعيب رقم واحد، فعلا لعيب رقم واحد لان هو الوحيد اللي بيقدر يتصدى لفرصه خطيره او الانفراد وترد بهدف، يعني بدل ما انت تكون مهزوم 1-0 تكون كسبان 1-0، ما يقدرش يعمل كده على حارس المرمى، وخصوصا وده بيبان اكتر مع الفرق الكبيره، لان يعني الفرق الكبيره طول الوقت انت ما بتبقاش بتتعرض، سيبك من مباراه طبعا بالميراس، بالميراس طبعا فريق كبير لا يقل عن الاهلي، دي حاجه طبعا اكيد ما فيهاش كلام، ولكن انت النهارده في اوقات بتبقى محتاج تشيل الكور اللي المفروض ما تخشش، يعني انا مش هتكلم علي لطفي في الهدف الاول اللي هو كان من انفراد ان الكوره تحت ايده اللي هو كان ممكن يشيلها، لا لو كان يعني في ظروف طبيعيه او كده كنت اقول لك لا كمان، لا هي اكيد اكيد الثانيه سهل، اكيد الثانيه اسهل، ما مش هقول سهله بس هي لا اسهل بتكلم في كده، لا انا مش هكلمك في الهدف اللي هو المفروض السهل او الكوره السهله، لا انا هكلمك في الكوره الصعبه علي لطفي، انا ما بتكلمش طبعا على علي لطفي عشان بس ما يبقاش الكلام بشكل شخصي، انا بتكلم على حارس فريق كبير زي النادي الاهلي، انت النهارده بتبقى مطالب ان انت تشيل الكور اللي مش بتاعتك او الكور الصعبه او الاصعب، بس انت النهارده الكوره السهله او الكور اللي هي في المتناول دي ما فيهاش كلام، انت كحارس كبير بتحرس مرمى نادي بحجم الاهلي، لا الكور دي المفروض تكون في المتناول، تكون انت قادر تتصدى ليها، ولكن الهدف زي ده طبعا انا بشوف ان في مشكله كبيره، وبرده مش عايزين نتكلم عن علي لطفي مباراه بالميراس بس، لا علي لطفي في اكثر من مناسبه ما كانش ظهرش بافضل شكل في النادي الاهلي، ده برده بيحط طول الوقت، واحنا بنتكلم بقى لنا فترات طويله ان الاهلي الاهلي كمان سيبك مننا احنا كنقاد او كلعيبه قدامى او كده، لا سيبك من القصه دي خالص، الاهلي نفسه عارف ان عنده مشكله في حراسه المرمى. طب ما هو ده هيخليني بقى اخد منك معلومه، هو الاهلي بيفاوض دلوقتي حارس مرمى؟ بص الاهلي دلوقتي كان عنده بيفاوض حراس مرمى، بس هو فوجئ وهو بيفاوض حراس مرمى ان اكتر من 3 حراس من اللي هو بيفاوضهم او بيفكر فيهم هيبقوا في السنه الجايه. هيبقوا طبعا كلنا عارفينهم. بنتكلم في مهدي سليمان. من حقه يوقع لاي نادي دلوقتي. محمد بسام من حقه يوقع لاي نادي دلوقتي. وكمان زياد عليهم محمد ابو جبل. يعني محمد ابو جبل كان ما فيش فيه، مش هقول اقتناع، لا ما كانش فيه يعني يقول لك لا خلاص نبعد عن الزمالك، وهم ما كانوش شايفين ان ابو جبل يعني يخليه مستواه يخليه يدخل في خناقه ولا هيدخل في خناقه او في حوار مع نادي الزمالك، لا انا بقول لك بقى بعد كاس امم افريقيا الاهلي هيدخل في القصه دي ويزيد ابو جبل، ده لو ما طلعش بره يعني او ما كانوش عروض اكتر بكتير جدا 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 من الاهلي ممكن يعرض عليه دلوقتي، ولكن في 3 حراس كبار انا بقولهم لك اهم، محمد ابو جبل، مهدي سليمان، محمد بسام، انا باكد لك ان واحد منهم هيكون في نادي الاهلي الموسم الجديد. زميلنا العزيز محمد عراقي من الامارات بعد مواجهه النادي الاهلي وبالميراس البرازيلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. لازم عراقي يدي واحده، لازم عراقي يدي معلومه كده تروح ماشي.